يا مساء الخير والسعادة والجمال على كل اللي بيتابعوني وبيتابعوا برنامج خطوة عزيزة. ضيفتي النهاردة في خطوة عزيزة مطربة متألقة جدا، بتقول في أغانيها إن هي واحدة طيبة اتعرفت واشتهرت من خلال برنامج ستار أكاديمي. في اتهام صغير كده موجه ليها، هو إيه الاتهام ده؟ إن أوقات في أغانيها بقى فيها تهديد وحب لراجل في نفس الوقت، مرة تقول له شايلها لك، مرة تقول له ممكن أعمل حاجة تانية في لحظة تانية، تحس كأني واحدة تانية. ضيفتي النهاردة المطربة الجميلة المتألقة زيزي عادل. خطوة عزيزة. خطوة عزيزة. ألف خطوة عزيزة. ميرسي، شكرا. ايه التقديمة الحلوة دي؟ بجد عجبتك؟ هنعيدها تاني. اوكي. اختفيت يا زيزي فترة، طبعا يعني عايزة ابارك لك طبعا على ألبوم كتالوج الست مكسر الدنيا. الله يبارك فيك. أغنية كل يوم بتاعت ضربة معلم تحفة جدا، الناس كلها حبتها. الحمد لله. بس في فترة بقى، فترة اختفاء، هي زيزي كانت فين؟ بصي، أنا السؤال ده يعني سألته كتير قوي. فترة الاختفاء هي ما كانتش اختفاء مقصود ولا حاجة، بس هو كان ثورة، واحنا قعدنا تقريبا 5 سنين تقريبا في مرحلة الثورة دي، الدنيا مش مفهومة يعني زي أيوة. ما كان بيحصل. فأنا كنت هنا يعني مش هينفع ان انا اجازف وانزل باغاني او احضر لحاجه، فكنت يعني في حاله ركود مستنيه اشوف ايه اللي هيحصل. كنت بتعملي ايه مثلا؟ البلد رايحه على فين؟ قولي كنت بتعملي ايه في والله كنت بحضر البوم، يعني بتحضري؟ بحضره علشان لما الدنيا تبقى تمام انزل بالالبوم، وده فعلا اللي حصل. ونزلت بالالبوم اللي هو كان البوم انا انسى، نزلت بيه 2015 بعد الثوره على طول يعني، و 2021 كتالوج الست نزل منه اغنيتين ولسه ناقص 4 اغاني. هو ميني البوم كمان، مش ميني. البوم. طب انا عايزه اسمع بقى كل يوم. يعني قلبي كده ايه، كل ما بسمع كل شويه طبعا شغالها اغنيه حب. حب كده. لسه هنيجي ناحيه الراجل ونشوف انت عملتي فيهم ايه، بس سمعينا كده كل يوم. ماشي، نقول كل يوم. كل يوم بقول وانا معاك مش هكون غير ليك، قلبي دق اول لما شاف بس نظرة عينيك، مهما اقول حبيبي كتير كلام مش كفاية عليك، حاسة حب وعشق واهتمام لما اكون بين ايديك. كل يوم بلاقيني مشتاقة لك عيني، ونفسي اقول انا وانا وانا وحبي يوصل ليك. كل يوم بلاقيني مشتاقة لك عيني، ونفسي اقول انا وانا وانا وحبي يوصل ليك. كل يوم بقول وانا معاك مش هكون غير ليك. الله الله. تاني تاني تاني. زيزي، حلم الغنى وحلم الشهرة بدأ معاكي من سن قد ايه؟ والله بصي، انا بغني من وانا قد كده، وانتي صغيره قوي. مدرسه بقى وعيد الام وعيد الطفوله يعني باخدتها من بدايتها يعني زي ما بيقولوا. بعدين دخلت معهد الموسيقى العربيه، درست، انا خريجه موسيقى عربيه بكالوريوس، دخلته من اولى ثانوي، فعديت اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي، كنت مشتركه في برنامج ستار اكاديمي. انا بدات بدري شويه. ثالثه ثانوي؟ بدات صغيره. انت عارفه الاهل يخافوا قوي، ايه ده انا بنتي صغيره ودخلت كده في الغنى. واول مره كنت في حياتي اسافر واسيب اهلي. طب حد كان بيشجعك اصلا؟ بابا الله يرحمه. الله يرحمه. جدا كان هو يعني اكتر حد كان بيشجعني، وطبعا ماما واخواتي بيشجعوني جدا، بس بابا كان الموضوع معايا يعني بصري بيحاول بكل الطرق ان هو نفسه يشوفني مطربه ناجحه، لان هو كان شايف موهبة في بنته وعايزها توصل جدا لانها تعرفي توفقي ما بين الشغل والغنى والمدرسة والدراسة. كنت شاطرة؟ والحصص. بصي ده الغريب جدا، انا كنت شاطرة جدا،
يعني انا من التلامذه اللي هم عارفه انت البنات اللي هي بتبقى عامله طفيره وشاطره وما بتكلمش حد وقافله كده الزرار. ايوه انا كنت البنت دي بقى اللي هي ما بتغشش وقفل شويه. انا كنت ما كنتش بتغششي الولاد ولا البنات عشان نبقى عارفين؟ يعني كنت كله. لا بصي كنت دايما ممكن اغشش بس اللي هو يعني انا كنت ادائي اللي هو البنت دي اللي هو مش التركيبه مش ماشيه اللي هي دي وفجاه بقت مطربه بقى وبقت بتغني ودخلت ستار اكاديمي ويعني الاحداث بقى بعد كده بقت متمشيه بسرعه. البومين مع روتانا البوم مع مزيكا ورابع البوم اهو ان شاء الله السنه. انت على طول مكسره الدنيا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. رجاله بقى اللي بتقول ان انت مستقصداها، في مثلا رجاله تبعت لك تقول لك على فكره يا زيزي انت الاغاني بتاعتك دي بتيجي علينا بصراحه. في ناس ممكن تبعت لك كده؟ والله بصي الكومنتات بتيجي كتير جدا. يعني في كومنتات حلوه وكومنتات مش حلوه، كومنتات مثلا الستات ما عجبتهاش خالص اغنيه تحب الحامش مثلا. يعني حاجات وحاجات. يعني دايما لما ببقى مع الراجل بلاقي هجوم من الستات، ببقى مع الست بلاقي هجوم من الرجاله، وده طبيعي يعني. ده عادي. يعني خدت على كده. بصمه جامده طبعا. احنا عايزين نسمع اغنيه.